السلام عليكم، عواش مبروكه، باش ما تمنيتو. ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم جوج حشوات اللي غادي نعمرو بهم لي شوسون ديال لاباط فوتي اللي صوبنا قبل. غادي نعاود نحط لكم الرابط لتحت ان شاء الله. الحشوه الاولى غادي نحتاجو فيها جوج بصلات، واحده كبيره وواحده صغيره، 500 غرام ديال الكفته بقريه، اللوز، القرقاع غادي نقطعو مقطاطع صغيورين، الابزار، التحميره، الملحه، الكمون، وزيت زيتون. غادي ناخذو ديك البصله غادي نشلضوها مزيان، غادي ندوزوها في الماكينه باش هكا تكون رقيقه بزاف. غادي نديروها في المقله على نار مهيله، نزيدو عليها نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال التحميره، وتقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون اللي غادي يطيب فيها هذيك البصله. غادي نشحروها مزيان حتى تاخذ هذاك اللون الذهبي، وغادي نزيدو عليها الكفته اللي انا زدت فيها الربيع والثومه. الحشوة الأولى وجدات، غادي ندوزو نوجدو الحشوة الثانية.